اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا في كل المشاهدين في موقع بوبجي. له اثره، له وزنه في ادواره. انا ابدا من الصفر. اسمي عساوي فريج من مدينه كفر قاسم. انا في حزب ميرت منذ 25 سنه على اساس شراكه يهوديه عربيه. منذ الجامعه العبريه انضميت لهي الحزب ايام ما كانت رات، ما كانت شلاميت علوني. تم اقناعي على اساس حقوق الانسان هي فوق كل شيء، ومن سنه 86 لغايه اليوم انا موجود بنفس الخط، بنفس القناعات، بنفس الايمان. اسا انا مرشح رقم 5 في الحزب، لدي طرح سياسي نابع من الشارع، نابع من كل مكان موجود في الداخل. اللي في فرصة حلوة إلي لموقع بوجي إسا أطرح خطاب السياسي بشكل واضح وصريح لكل المشاهدين في الأرض. أنا موجود في حزب ميرتس على أساس شراكة يهودية عربية. كل شراكة حتى على المستوى العملي، المستوى البزنس، المستوى العيلي، كل شراكة ممنوع تلغي الآخر، ممنوع شراكة تلغي الآخر. يعني حتى على مستوى البزنس، شريك بيكون مع شريك لازم نتحملوا العبء مع بعض. فإحنا في حزب ميرت، حزب شلاميت ألوني، حزب رات سابقا، حزب شراكي مع فرض كل إنسان نفسه بدون إلغاء الآخر. أنا كإنسان فلسطيني قومي عربي لي ديني، لي إيماناتي، لي نكبتي، لي حضوري، لي لغتي، لي ثقافتي، شريكي يقبل بتعريفي. فهاي هو أساس الشراكة تبعتي بالحزب، أن نحن لسنا مقاولين أصوات، أن نحن لو عربيم توفيم، نحن شركاء، نحن شركاء، نحن شركاء مع هويتنا، مع قوميتنا، هكذا نحن. فشريكي يقبل بي بدون إلغائي على نفس الطرح اللي ذكر الآن، ففيش عندي أي مانع. نحن شركاء زي ما أولاد عمنا بسموها بجوبا عنايم. لدينا طرح سياسي على المستوى القضية وعلى المستوى الداخلي يطابق ويليق بي كفلسطيني إسرائيلي في الداخل. طرحنا السياسي على مستوى الخارج دولتين لشعبين على حدود 67. نحن قبل أسبوع أطلعنا برنامج السياسي وتبنينا خطة المبادرة العربية اللي هي الأرض كامل الأرض مقابل سلام عام مع كل الأمة العربية. هذا الطرح السياسي العام وهذا ما يجب. على المستوى الداخلي مساواة تامة، شركائي في الحزب يوافقوني نفس الطرح، يفهموني، أفهمهم، وهذا ما يشجعني ويعطيني القوة أني أكون مع هاي الناس. نحن أقلية في دولة إسرائيل. نحن من ناحية وطنية نتبع كجزء من الشعب الفلسطيني امتدادا، ولكن من ناحية سياسية نحن جزء من دولة إسرائيل. فنحن أقلية فريدة من نوعها، جزء من شعب فلسطيني وجزء من دولتنا. فهذه الأقلية الوحيدة من نوعها بتتطلب منا الجراءة وبتتطلب منا خطة عمل. 64 سنة نحن موجودين هان، لسه ما أخذناش المسار الصحيح. في 64 سنة بيتي في الداخل، المجتمع العربي في الداخل، النسيج الاجتماعي في الداخل أخذ بالتفكك، أخذ بالتفكك. فإحنا ناسيين حالنا. أين نحن؟ ناسيين حالنا. لو طلعنا على حالنا من الداخل، اليوم وضعنا المزدري، الوضع اللي إحنا موجودين فيه، الجريمة ضرب طنابها. 67% من الشباب من الجرائم في إسرائيل عرب متورطين فيها والقاتل مجهول. الفقر 65% من أطفال إسرائيل الفقراء من الوسط العربي. مشاكل المساكن، مشاكل الخرطة الهيكلية، مشاكل ثقافتنا، مشاكل اللحمة الاجتماعية تبعتنا. أخذ بالتفكك، أخذ بالتفكك قدام عينينا، قدام عينينا. و في 64 سنة بيطرحوا لنا الطرح تتنحل القضية الكبرى. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ للبيت رب يحميه. أنا بدي أدير بالي على بيتي، لأنه بدون ما يكون عندي بيت قوي، بدون ما يكون عندي مجتمع سليم، على لمين بدي أقاتل؟ لمين؟
الشارع اليوم الإسرائيلي بالذات الشارع اليهودي أخذ في التطرف، يمين 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 جدا مرعب، يمين مرعب. فاليمين بيجي على حساب اليسار، القوى اليسارية في الدولة ضعيفة بدون أدنى شك. لم يبقى في المجتمع اليهودي يسار غير ميرتس، ما يسار يرى بالضفة الغربية وغزة كاحتلال، يرى أنه الاحتلال موجود ويجب أن ينهى، يسار يرى بموضوع حقوق الإنسان هو القمة. فبما أنه إحنا حضورنا والمجتمع الإسرائيلي اليهودي ماخذ في اليمين، إشي طبيعي اليسار بده يقل. والنقطة الثانية عدم وجود مرشح عربي في داخل اليسار الإسرائيلي له تأثيره على الشارع العربي. المقول اللي بتقول أنه العربي بصوت لعربي، اليهودي بصوت لليهودي، هذه مقولة صح صح. فالآن ميرتس حطت مرشح عربي في أماكن مكان مضمون الرقم الخامس، في سبب ومسبب للمواطن العربي أنه يوجه صوته لميرتس، لأنه في له عنوان، في له صوت، في له صدى، في له مين يمثله. فأنا على يقين ميرتس بعد تدخيل المرشح العربي في الكنيست رايح يكون إن صدى وتمثيل وقوة في الشارع العربي جيد جدا. لأني أنا كمرشح عربي ومشيت في شعار واضح، وهذا ما أنا، بيتي قضيتي، بيتي قضيتي، الأول بيتي، بيتي الأول قضيتي. يعني كل ما أملك من طاقات كبرلمنتار، كعضو كنيسة مستقبلي إن شاء الله، كل ما أملك من طاقات بدها تكون موجهة للعرب الداخل، للمواطن العرب الفلسطيني في الداخل. عضو الكنيسة يملك طاقات، يملك إمكانيات، يملك قوة لا يملكها المواطن البسيط. فكل هاي القوة لما تركز كلها 100% في اتجاه تحسين الظروف، أنا على يقين وعلى قناعة تامة إنه الفجوات ستبدأ بالتسكير. إحنا أنا لست هوكس فوكس تسكر الفجوات، لأن مساواة مش ممكن تتم بين قوة ضعيف، بين أقلية وأكثرية صعب تحصل مساواة، ولكن طموحنا إن نقلص الفروقات للحد الأدنى. أنا بحكيها بصراحة يا أبناء شعبي، بيتكم هو بيتي، وأنا ماشي على شعار إنه كل واحد لازم ينظف باب بيته، وإذا كل واحد منا بنظف باب بيته بلدنا بتنظف. عشان هيك أنا بقولها بكل وضوح، لازم نركز على دارنا، لازم نركز على دارنا. فبيتي قضيتي هو شعارنا. فأنا من هون بتوجه لكم وبطلب الدعم لعساوي فريج، لميرت، لأنه شعاري رايح يكون شعاركم، وبيتكم رايح يكون بيتي. وبعد 22 الشهر سيكون لنا لقاء، حاسبوني على كل كلمة ذكرتها وبذكرها. كل وقتي، كل ما أملك من طاقات رايحة تكون موجهة للأقلية الفلسطينية في الداخل. وشكرا لموقع بوكجي.